ودابا الكبيدات ديالي من بعد ما شفتو معانا هكايا هاد النهيه ملي كشفتو اللي دوزنا معاكم فطرتو معانا اختي وتغديتو معانا يا اختي يا سلام سلم بهداك الدجاج اللي اش غنقول لكم اللي جا روعه 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 بزاف بزاف الصراحه. هذاك الدجاج كروازي ما كتبتش عليكم تيجي فحال بلدي بداك الطياب اللي كنت انا فيه تمشاركه معاكم. المهم حنا ملي تنتوحشوا بحال هكا الدجاج ديال العراس وداك الشيء تنوض تنصوبوا اليوم تنوجدوا اليوم وكيجي غزال بزاف بزاف ما شهيتكم فيه. والمحمات كاملين 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 يسمحوا ليا اش غنقول لكم راه فيه واحد التعليك يا سلام سلم عرفتي الفم ديالي باقي لحد الان في داك المذاق غزال بزاف بزاف. ايوا صافي ودابا هاد الفيديو اصلا مديور كلشي على قبل هاد الوصفه اللي غادي نعطيكم. انا غير شاركت معكم فطورنا وغدانا اما الفيديو انا ما كنكذبش عليكم القناه عند نوره تنبغي تكون فيها شي حاجه فيها الفائده ماشي غير شعل اطلاق لا تنبغي شي حاجه تكون فيها الفائده. ومع ماماكم رشيده دائما الا ما استفدتوش يعني راه اش غنقول لكم غير بلاش بلا ما يدا الفيديو صراحه. دابا غادي نمشي غنوريكم واحد الوصفه غزاله خطيره خطيره بزاف بزاف ما نكذبش عليكم اللي كترجع ليكم المعلقه ديالكم كترجع ليكم. المهم اي حاجه متعلقه بالمطبخ كتشعل 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 ما نقولش ليكم يعني شي حاجه اللي زوينه وانا عندي متداوله يعني الصراحه دائما غير ما عمرني ما شاركت معكم. اما انا في كل تخميله ولا هكا من بعد تخميله ما تيكون بعدا مدكدك جبد كلشي هما هادشي ديال العواش غيدوز عليهم يعني لا خصني نعطيهم حقهم. ودابا صافي من بعد ما تغدينا تكينا هكا ارتاحينا وسخانت يا اختي فهاد البينوار غدا نوض يا اختي غدا نشمر وغدا نقفر وغدا نوض غدا نجبد هادشي اللي عندي وغادي تشوفوا معايا ما نكذبش عليكم وصفه خطيره حبيبي يقولوا لحبيبو ما نطولش عليكم زيدوا يلا معايا وغادي تستافدي منها بزاف بزاف ويلا معايا يلا حبيبه. ودابا الكبيدات ديالي من بعد ما صافي كيف شفتو كيف شفتو ديك الغديوه وهذاك الفطور وهذاك الشيء وقلت لكم غادي نمشيو لهاد الوصفه العجيبه. قبل ما نمشي ليها كنجاني هكا واحد التعليق اللي هكا قالوا النوره بالنسبه للبلاكارات هانتوما كيف تشوفوا قالوا لها زعما واش ما تيشدوش لكم الوسخ حيت في البيض. شوف حبيبه بطبيعه الحال يعني الانسان راه لابد لابد الحاجه هكا تتوسخ ولا الانسان هكا تيدور بها صراحه. هانتوما هما كيف تيبانوا لكم لابد لابد ملي تتسالي هكا الميعنا تتسالي بحال هكا تدور بدويره صراحه. كيف تتعرفوا نتوما راه يلاه كي حنايا خمنا ولكن هادشي ماشي على حساب التخمام هادو خصهم يكونوا دائما بحال هكا نقيين. ملي تتسالي هكا الشقيوة ديال الغداء اولا ديال العشاء تدوزي على البوطاجي وصافي حتى هما تدوزي عليهم زويف. هانتوما كيف تيبان ليكم لابد لابد راه واخا تتمسحي حتى ما تقدي تيكونوا هكا شي طويعات ولكن مع صراحة انا بعدا تيعجبني النقا تينموت على شي حاجة نشوفها تكون نقية الا بانت لي غير شي دميعة ما نقدرش ما تنصبر صراحة. هانتوما كيف تتشوفوا دابا هادو راه باقي يعني انا راه يلاه كيخمنا ولكن راه ضروري الا طيبتي ولا شي حاجه تتقاص لك خصك تمسحي. هانتوما المهم كان هذا جواب على السؤال بانهم واش زعما خسروا اولا تيتوسخوا بدغيا اولا هذا. المهم هانتوما ها هو كيف تشوفوا ها هو مسيحه راه لابد دوزي عليهم وصافي. ودابا غادي نجي للوصفه ديالنا صراحه اللي غزاله بزاف بزاف الناس اللي كيعرفوها مرحبا واللي هكا ما تيعرفوهاش علاش لا ما نعرفوهاش ليهم. هاد الوصفه فنه دابا حنا هكا يلا كيخملت انا كيف عرفتو خملت الدار كلها راه ما خليتش فيها حاجه ما بقاتش فيها الا هادشي ديال المعلقات وهذا بغيت نخليهم حتى نشارك معكم هاد الوصفه حتى هي اللي عجيبه وزوينه وغادي تشوفوا فيها واحد اللمعان خطير بزاف بزاف. نتمنى تكون دائما هي المعتمده عندكم كيف انا عندي المعتمده صراحه من زمان واللي هي يا عندنا الحامض هانتوما كيف تشوفوا عندي الملحه الخل هو من احسن يكون الخل ابيض عندي البيكربونات كربون صوديوم عشان المهم هادي هي هادي تا هي خاصها تكون لا تكون في الدار. ايوا عندي الماء يكون طيب اللي ضروري حتى هوايا. غادي ناخذ هاد المعلقه طبيعي الحال داكشي يكونوا اصلا مغسولين ماشي نديروا هاد الوصفه اللي يكونوا مسخين لا يكونوا مغسولين بحال هكا. وغادي ناخذ بسم الله
غادي ناخذ الملحه هانتوما غادي نديرها فوق منه. غادي ناخذ هاد بيكربونات ها هي حتى هيايا. غادي ناخذ الخل تنتمنى يكون كلشي واضح ليكم. غادي ناخذ هاد الحامضه نص حامضه المهم على حساب نتوما اش عندكم. كان عندكم داكشي كثير راه غادي ديروا هاد المقادير اللي عطيتكم غادي تضاعفوها المهم على حساب شنو عندكم. انا عندي هنايا هانتوما كتشوفوا معايا لقات كبار فرشيطات كبار صغار المهم بحال هكا. دابا غناخذ هاد نص حامضه ها هي كيف تشوفوا الله طاح ليا هانتوما صافي غادي نعصرها ها هي ملي تتعصرها تتفاعل ليكم هذاك الخل مع ديك البيكربونات هانتوما شوفوا هادي البنات اللي عارفاها راه مزيان غتخليها لي في التعاليق وغادي تقول لي كيفاش جاتها يعني كيفاش تجيها دائما. واللي ما عارفاهاش الكبيدات ديالي تجربها على ضمانت ماماكم رشيده غادي يكون عندكم دائما معلقات ديالكم كيشعلوا. دابا غادي نزيدوا الماء هانتوما بسم الله عرفتي داك الشيء تسمعي كي تيتكشكش الماء طيب بحال دابا غتعمري اتر هانتوما تتعمرو راه ما نقولش ليكم راه غادي تشوفوا واحد النتيجه رائعه ها هي. مهم وصفه فنه وغادا تبقى عندكم ان شاء الله غتبقاو دائما ديروها. وتنتمنى منكم تخليوا لي التعاليق الناس اللي مجربينها تقول لي فعلا فعلا عندك الحق بان هذه الوصفه عجيبه عجيبه يا سلام يا اختي يا سلام سلم. مهم انايا دابا دائما تنخليها تندير بحال هكا وتنخلي واحد يعني واحد ربع ساعه قسمين ربع ساعه ثلث ساعه وصافي. اش غنقول لكم ملي غادي تغسلوهم غتشوفوا واحد النتيجه غزاله غزاله بزاف بزاف. هادي حبيبي يقولها الحبيبه اللي ما مجربهاش هانتوما قالتها لكم ماماكم رشيده على ضمانتي غتشوفوا معلقات فرشيطات لمعان ما نقولش لكم صافي. دابا غادي نخليهم واحد ربع ساعه وغادي نقضي هكا شي حاجه بما حسيت بربع ساعه ولا ثلث ساعه وغادي نرجع معكم وتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش غادي يكون. ما نقولش لكم غير جربوا الكويدات ديالي والله حتى غزاله بزاف بزاف. يلا خليكم معايا. ودابا الكويدات ديالي هانتوما كيف تشوفوا ها هي دازت هاد المده والماء اللي كان طيب ها هو هانتوما. ما نقولش لكم واحد اللمعان هادشي باقي ما تغسلوش واحد اللمعان ما نقولش لكم اش غنقول لكم اللي فعلا غتقولي عليها واو ملي غادي تشوفي هاد النتيجه ها هي. انا غزدت مازال ملي قطعت هاك الفيديو زدت جبت تقريبا كاع داكشي اللي عندي اللي باقا ما كنخدم بيه غير هكا ماشي ديال الضيف كنخدمو بيه غير حنايا نفسي واحد اللمعان غزال بزاف بزاف. صافي دابا غادي نمشي هكا نغسلهم عادي ما ندير لا جافيل لا والو غير هكا السائل اللي تتغسلو بيه نتوما هكا داكشي ديالكم صافي. غادي نخرج نحيد هما صافي غادي نغسلهم هانتوما. شوفي بعدا هادي خديت هادي البنات اللي وريت لكم مره ديك ما نوريكم هادي هادي درتها كيف تشوفوا حشاكم حشاكم بالنسبه هكا بالنسبه هكا داك داكشي اللي تيبقى البقايا ديال المهم حشاكم ديال هذا ها شوف تنحطها هنايا صافي تنعمرها ملي تنعمرها تنديرها في هذا في لابوبيل الكبيره ها هي. هادي حتى هي من ضمن الحوايج غادي نسد الماء اللي زوينين كانت عندي في غريري في الكري دابا بدل درت هادي في البيض ودرت هادي حتى هي في البيض. المهم هكا داكشي اللي تيبقى ديال الخضره ديال النعناع ديال هكا ديال هكا داكشي تنعمر به هادي ملي تتعمر تنحل البلاكه لتحت وتنخوي فيها. هادي حتى هي فكره زوينه هادي زوينه البنات وغير رخيصه تنحطها هنايا وصافي. دابا غادي نبدا نغسل فيهم وغادي نرجع معكم في الشكل النهائي.
ودابا الكبيدات ديالي من بعد ما شفتوا معايا يا اختي الوصفه كيفاش جاتكم قولوا لي، ولكن نتيجه دابا غادا تغمضي عيناتك، دابا غتغمضي عيناتك باش غتشوفي واحد اللمعان. يا سلام سلم لمعان غزال 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 في حالكم صراحه. يلا حبيبه غمضي لي عيناتك، غمضي لي عيناتك ولا غناكل لك وديناتك. يلا غمضي، واحد جوج ثلاثة، غتحلي دابا غتشوفي شي حاجة اللي واو. وما تنساوناش من التعاليق الزوينين ديالكم اللي تنفرحوا بهم بزاف بزاف، وتنحماقوا عليكم من هذا الفيديو. غنقول لكم شكرا شكرا لكم على التعاليق الغزالة ديالكم، وشكرا لأي واحد دخل عندنا جديد، مرحبا وألف مرحبا. ودابا غنخليكم مع الشكل النهائي وتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش ولاو. وانتوما يا الغزالات ديالي يا الكبيدات ديالي، راكم كاملين كاملين كاينين في هذا القلب، تنحمق عليكم وتنموت عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد. يلا وزيدي اختي، يلا حلي عيناتك، حلي حلي، يلا تفضلي. ودابا الكبيدات شوفوا ليا، شوفوا ليا يا اختي النتيجه، شوفوا ليا النتيجه، روعه روعه روعه. يا سلام يا سلام سلم هانتوما، شوفوا ليا يعني شي حاجه بسيطه ما تخسري والو، غتخسري غير غادي تنوضي وتشمري ليا يا اختي. انا شتيني كيفاش كنت سخونه في بينوار، ولكن اختي راني شمرت وقفت ونضت. وشوفوا ليا النتيجه انتوما، شوفوا ليا النتيجه روعه روعه روعه. يا سلام سلمي انتوما، شوفي يا اختي كيفاش تحسي بواحد الراحه النفسيه ملي تشوفي المعنات ديالك كيشعلوا. والله قسما بالله الا كوني متاكده مني تنوضي وتتحيدي عليك العجز وتديري في حاله الحويجات اللي هما ابسط الاشياء. مثلا تقولي انت صافي العواشق الفرشيطه صافي غادي غنغسلهم عادي بتيسو جايبين وصافي ياك، ولكن لا ماشي فحال نضتي درتيني في حاله الحويجات وشفتي هاد النتيجه الرائعه هانتوما. عاد هادشي انا راه عندي قديم، راه ماشي جديد، يعني راه عندي حويجات ديال الضيف وهادشي غير ديال الدار، ولكن خصني نشوفهم دائما هكا حتى يلمعوا. شوفوا لي هاد المعلقات، انا اصلا هادو كيعجبوني بزاف. انت اختي شوفي شوفي اللمعان، يعني غير ملي تغسليهم غير بتيتو جافيل لا، هادي تعطيك واحد اللمعه اللمعه، تتشوفيهم نقيين بزاف كيشعلوا هانتوما. دابا يلا كي غادي نرجعهم هكا لبلاصتهم، حيت باقي مازال باقي عندي الماس وباقي عندي نيت العويشقات هكا الصغار وداك الشيء، حتى الماس دابا راه معتم باقي مرقدين. بغيت غير نوريكم دابا هانتوما، وشي حاجه بسيطه عادي، راه المكونات راه ما عندكم. ايوا صافي، كان هذا هو الفيديو ديالنا اللي تنتمنى هكا يعجبكم، وبغيت نعطيكم فيه هاد الوصفه العجيبه اللي نتيا غتكوني مثلا عادي تتقولي عواش كيف قلت لك عادي عادي، ولكن لا ماشي عادي، اي حاجه تتاكلي تتشربي بها الا شتيها كتلمع بحال هكا تتكون عندك واحد الراحه النفسيه. المهم انا اختي بحال هكا، وتنظر جميع النساء المغربيات كاملين عزاليهم هكا، هادشي يكون دائما بحال هكا، يكون هادشي دائما نقي ومتول. وكيف معروف علينا حنا تبارك الله ما شاء الله على المراه المغربيه، راه هي الحداقه، يعني اي مراه تشوفيها الا وراه هي طبيعه الحال احسن مني بزاف 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 بزاف. حنا غير غنبقاو بحال هكا واحد تيوري واحد وصافي. ايوا صافي، نخليكم دابا ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جداد كيف العاده، وتنتمنى منكم هكا تعاليق الزوينين الغزالين اللي في حالكم، وتنتمنى اللي ما مشاركش عند نوري يتشارك عندي باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا اللي تنبغي نعطيكم شي حاجه فيها الاستفاده، ماشي غير هكا وصافي لا، استفاده يعني. يا نوضي دابا يا حبيبي ما تخسري والو، اوج وصاوب ليا الخبار. شوفي انت خصك كلشي كيشعر كلشي، يعني تنوضي دابا تشربي هكا بيهم الحريره، تاكلي هكا بيهم كسيكسو، تاكلي بيهم هكا الفرشيطه الشويليضه هكا لو جاردان، المهم طا 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 معلقات صغار، يعني تعطي وليداتك ياكلوا هكا دانوف شي حاجه اللي نقيه وصافي. وهذا هو الفيديو ديالنا، وبوسه كبيره ليكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جداد كيف العاده، وباي باي عليكم.